وسيلة محمود الباروتي. به في ظل التعتيم والخليني يقول التضليل وغياب أي معلومة، من نجم كان نحلوا بصفة معناتها خلينا نقولوا بالجواندويت، ولكن اللي يترى للرأي العام خاصة فيما يتعلق بإيقاف السيد نور الدين بوتار، إنه هي رسالة واضحة لمزيكا فاب، للخط التحريري بتاع مزيكا فاب، خاصة بعد تصريح السيدة دليلة مصدق المحامية بتاع سيد نور الدين بوتار اللي تقول أسألت باحث البداية كانت حول الخط التحريري والتسيير المالي والإداري لقناة لإذاعة مزيك. دونك بالوضوح ما يقلق النظام نوعا ما وعملية إيقاف السيد نور الدين بوتار كانت حول الخط التحريري متاع، وما فماش واحد منا خلينا نقولها بالوضوح ما سمعش ميديشو والخط الواضح متاع ميديشو. باش نتفاعل معاك، حتى الخط الواضح نتاع ميديشو فيه برشا معارضة للرئيس، نفس المعارضة موجودة في البلاتو هذا، موجودة في بلاتو معزب الغربية. شكون قال لك مش جاي نظر يا رفيق؟ لا نحكي لك نحكي لك. شكون قال لك مش جاي نظر؟ أنا يا صديقي أنا محامي الشيطان، باش مداش أنت في تعطي في قراءة نتاعك وما حد ما يعطيك الكونتر أرجيومون، يسمع فيك تو نجم يقول لك الكلام هذا، يقول لك هاو فما برشا بلاتوات ضد الرئيس، مش ميديشو برك البلاتو اللي ضد الرئيس، معناها احنا لهنا عندنا موقف وبرشا انتقادات، أنت كنت ماخذ انت كنت عندك موقف مع الرئيس من الاول ومن بعد ولا عندك موقف ضد وتقول ما عادش نقدروا نتحملوا هالاخطاء وكذا وكذا. دونك سي با لو سول بلاتو، مش البلاتو الوحيد نجم يكون البلاتو هذاك هو السبب اليوم اللي من اجله نور الدين بوتار موقف هذا السؤال. اي رفيقي واؤكد حسب رايي هذاك هو اللي مقلقوا، راهو قلقوا هيثم المكي، راهو قلقوا زياد كريشان، ما خلينا نقولوها واضحه وقالها وعبر عليها رئيس الجمهوريه، مدوا له الميكرو جماعه مزيكا فاهم في جربه في جربه ولا ليميت عنده باش يسميه بالاسم، لانه يعتقد انه لزوا عليه اكثر من لازم. ونقول لك علاش، نقول لك علاش مش احنا مثلا رفيق، نقول لك مساله الرمزيه، يقول لك اضرب القطوسه تو تتربى العروسه، معناتها رمزيه مدير إذاعة مزيك في هالوقت هذا بالذات، في هالوقت هذا بالذات هي رسالة واضحة للناس الكل، راهو ما فما حتى حد ينجم يفلت من ال... راهو بدينا رد بالك رفيق، راهو بدينا هكا وقت بن علي، راهو بن علي عام 89 واحد راهو بدا بنفس الممارسات، ردوا بالنا. راهو أنا كي نقول هكا مش على خاطر نجم نكون أنا موافق رئيس الجمهورية في العديد من المسائل والنجم نكون مختلف معاه في العديد من المسائل، ولكن فما مسألة مبدئية اللي هي حرية التعبير، اللي هي حرية ممارسة العمل والنشاط السياسي، اللي هي حرية أنك تنجم تعبر على رأيك كيما أنت تحب، مادام ما مسيتش لمؤسسات الدولة ولا تأمرت على الدولة ولا مسيت من رموز الدولة عندك الحق تعبر كيما تحب، ولكن أن نوصله في وقت من الأوقات بعد 10 سنين ثورة، بعد 10 سنين ثورة نجيو نوقفوا العباد بمجرد شبهة وبمجرد تهمة ونحطوهم في الحبس ونخليوهم طايشين هكاكا، راهو هذايا عيب ولا يستقيم بعد 12 سنة من الثورة. راهو العباد لا لا راهو العباد ما عادش باش تسكت على حتى حد، راهو اليوم انه مؤسسة إعلامية تتمس بالطريقة هذيك، وأنا راني لا أدافع لا على كمال الطيب ولا على لازر العكرمي وما يعنيه لي حتى شيء، ولكن لازر العكرمي بعد التصريح نتاعه لأنه التهمة أنا حسب رأيي، ولهنا فما زوز معلومات كنا نقولوا مع ربي سامحني باش نكون معناها أمين مع الناس اللي تسمع فيه، أنا نحيت الكاس كما بارتي ما سمعتكش ننسق باش عدى فيها معلومات خطيرة. لحظة باش ننسق مع مداخلة هاتفية مع محامي نتاع واحد من الشخصيات الموقف تعديت كمال طيف. لا لا ما تعديش، قلت لا يهمني حتى حد فيهم انا. لحظة شو قال زي رفيق؟ ربي معاك ربي معاك، اش توصي توا لبنتك ولعائلتك وك رفيق عدى مساج توا مخطر للغاية، مخطر للغاية مستقبلك يا رفيق، نجم ناكد لك مشي معنا في التليفون مدام